كنت صريح وقلت عنا تجمعين في القائمة نتاعنا. احنا اللي يطلب الانضمام إذا ما عناش عليه أي مأخذ ما ثماش علاش نرفضوا حد. قلنا لا إقصاء، لا إقصاء. عندكم إمكانيات مالية ضخمة في إطار القانون. ناس خرين ربما يجيهم من في فلجات ولا في حاجة، احنا ما عناش. ورثنا تركة ثقيلة على بن علي، أكبر تركة هي اللي جابت الحكومة هذه. ما ناش نتصرفوا ضد حزب النهضة، ولكن هذا ما ينفيش أنه ننقدوا تصرفات أو سياسات أو تصريحات. ثلاثة رؤساء راهم يصطفوا قدام الرأي العام ويصدروا معناها كذا وتنديد وكذا، ما عنده حتى أساس صحة. انت مش معرة، مش شيء حشم. نية اغتيال سي باجي قايد السبس، هو رفع الحراسة اللي هي موجودة في التقرير. رفع الحراسة متعمد تواتر يعني. فين يقع محاولة تركيز هيكل في جهة من الجهات أو اجتماع يبعثوا له ميليشيا باش تكسره؟ إذا كانوا هو ما يمثل حتى خطر وماكش خايف منه وماكش، علاش النهار كل تهاجم فيه وتبعث له الميليشيات تشوى فيه؟